أسست معاً لتطوير العشوائيات بالتعاون مع محافظة القاهرة وضع حجر الأساس وتوقيع بروتوكول تعاون لتسليم قطعة أرض بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي لمساحة 62 فدان ليقام عليها أول مشروع في القاهرة لتطوير العشوائيات. لحضور الدولة أنها تقدم الأرض وتسيبنا إحنا نشتغل يعني زي ما يعني قررنا. فالحقيقة دي مساحة الأرض ده أفتكر حاجة وستين فدان يعني 67-69 فدان تقريبا، مساحة كويسة وفي منطقة كويسة ما هيش بعيدة، وهتبقى نموذج للمدن الخمسة اللي احنا بنبدأ بيهم مشروعنا، مدينة في القاهرة ومدينة في بورسعيد ومدينة في السويس وفي اسكندرية وفي المنيا كتجربة أولى، ويبقى ده جايد لغيرنا كمان علشان يبقى في عندنا فكر واحد لتطوير العشوائية، في فلسفة واحدة لتطوير العشوائية. احنا مش محتاجين نعالج العشوائيات بعشوائيات، واحنا شعار المؤسسة واضح، نحن نبني البشر قبل ان نسلم الحجر او قبل ان نبني الحجر. انا بقول دي ثقة غالية جدا في المؤسسة وفي وفي الاستاذ نيازي سلام والاستاذ ايمن اسماعيل، وطبعا بالاضافة للإغاثة الاسلامية، منظمة الإغاثة الاسلامية العالمية هي شريك معانا في المؤسسة ومتبرعة بمبلغ كبير. أو عمرو وحنان كانوا في أمريكا وأنا كنت في إيطاليا الأسبوع اللي فات، وطبعا ما أقدرش أنسى أن أنا أشكر القوات المسلحة اللي بدرت بأول تبرع في الحساب بخمسين مليون تبرع إيمانا منها بدور المؤسسة لمحو سم يعني سبة في جبين كل مصري يعني. والأماكن اللي هتفضى المحافظة مع القوات المسلحة مع الدولة أجهزة الدولة بتحولها إلى حدائق ممنوع عشان هي غير آمنة يعني ممنوع البنى عليها ولا إشغالها، ودي هتبقى مسؤولية المحافظة وهتبقى حدائق باسم الشهداء. الحقيقة كانت مبادرة من مؤسسة معا أنها تعاوننا في حل مشاكل عشوائيات، فطبعا كنا سعداء بهذا العرض وتعاوننا معهم الحقيقة، وإحنا النهاردة في أول مشروع بنتعاون فيه مع بعضينا. المحافظة تبرعت بحوالي 68 فدان، ودي بتقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون جنيه. في نفس الوقت المؤسسة معنا تبرعت ب 330 مليون جنيه، يعني تقريبا المشروع هيبقى بيتكلف حوالي مليار جنيه. فالنهاردة مع بعض بنوقع بروتوكول لمشروع إن شاء الله هيحط مليار جنيه لحل مشكلة العشوائيات في القاهرة، ونتمنى أن ما يكونش ده المشروع الوحيد، يبقى في أكثر من مشروع عشان يحصل التجانس والتكامل في محافظة القاهرة بين كل الجهات اللي هي أو كل الأحياء، يعني نفسنا ما يبقاش في عندنا حي عشوائي. المشروع يهدف إلى إنشاء وحدات سكنية مستدامة عن طريق توفير المناخ المناسب لحياة كريمة للمواطنين، يشمل خدمات ومناطق صناعية وأماكن للمهن الحرفية. العمارة عبارة عن 5 أدوار أرضي وخمسة، وفيها الدور فيه 4 شقق، زي ما تشوفوا كده ان الدور متقسم بطريقة ان الشقق تبقى ليها شوية خصوصية، ما بقاش البيبان كلها على لوبي صغير يدوبك كده بفتح الباب، لا يعني في خصوصية لكل شقة. لما نخش على النموذج نفسه اهم حاجة تراعى فيها موضوع الخصوصية، ان الوحدة نفسها تبقى ليها خصوصية عالية جداً، لما يخش ضيف ما يبقاش جارح اوض النوم، لما الناس تتحرك جوه الشقه ما تبقاش رغم صغر المساحه، انما هو الحقيقه النموذج اتبنى على الفرش، عشان كده احنا عاملين المنظور دوت علشان نبين الفرش بتاعه بحيث ان اي مساحه ما لهاش لازمه ما تتنفسش. احنا محتاجين ننتهي من تطويل عشوائيات الغير امنه في سنه 2020. الحقيقه بيؤلمني جدا ان احنا نبقى واقفين النهارده وبنقول ان احنا هنوقف العشوائيات الغير امنه، يعني احنا هنفضل عندنا لغاية سنة 2020، يعني 8 سنين من النهاردة ناس ساكنة في مناطق غير آمنة. كنت أتمنى ان احنا نقدر نقول تاريخ أبدر من كده بكتير، لكن كل الدراسات اللي عملناها وكل الحاجات اللي حطيناها قدامنا بتخلينا نقول انه حتى 2020 ده يعتبر رقم يعني طموح جدا، وكلنا مؤمنين وهنشتغل عليه بشغف عالي ان احنا نحققه. حضر توقيع البروتوكول الفنان محمد صبحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة معا لتطوير العشوائيات، بينما لم يحضر الإعلامي عمرو الليسي نظرا لسفره للولايات المتحدة مع هيئة الإغاثة الإسلامية في إطار حملة لجمع التبرعات للمؤسسة. نيفين سليم، واحد من الناس، قناة المحور.